أفادت وزارة النقل الإسرائيلية أنها تحاول استيضاح قرار شركة الشحن الصينية كوسكو بشان ما تردد عن وقف الشحن إلى إسرائيل. كانت خطوط الملاحة في البحر الأحمر قد تعطلت بسبب الهجمات التي تنفذها قوات الحوثي ردا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وانخفض النشاط في ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر انخفاضا كبيرا منذ بدء هجمات قوات الحوثي.